هو هاد العمان انسان ما عنده باش يعيد، ما عنده باش كله في الله سبحانه وتعالى، ما كاين مشكل. داكشي اللي لاباس عليه راه شريته بمليون، تا عام الله بشحال. وبنادم الدرويش مسكين شحال قد قشره ما غناخذش عادي، ماشي مشكل، ما عندي ما عنديش مشكل. انا عارف راسي غنعيش هنا حتى العيد، ولكن قدر الله زعما الحاله ضعيفه ما كاينش. ما كاين حتى ودي باش نعيدو، غالي غالي علي نفسي. هو كنسمعو تنسمعو هكا في التلفازة، تنشوفو في التليفون، كنشوفو داكشي، ما عندنا باش مضاعفات. انا شحال قدني، انا اش غنقول لك، راه 30 وغالي عليا بزاف، ما عندي باش دار. الراجل غا جالس ايوا، ما عندنا باش، اش خلى الدراري كل واحد راه على قد حاله. ما عرفنا ولدي شنو كاين، اللي كتب الله راه حنا عارفين راسنا غنعيشو من هنا حتى العيد، ولكن قدر الله زعما الحاله ضعيفه ما كاينش، ما نعطيكش، ما نضمنلكش. هو رزقنا ما عرفنا فين كاين، ما عرفنا ربي سبحانه وتعالى فاش غيعطينا. لا 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 لا، انا ما كرهتش حتى نعيد، انا بحالي بحال عباد الله، وانما هادشي ديال الثمن الغالي ولا شي حاجه، حنا راه ما الحمد لله وشكرينه بداكشي اللي قسم الله، راه كنقبطو بلا ما نقول لك راه حق غالي وما نعيدش مثلا. لا، الا عندي راه غادي نعيد قد غالي ولا رخيص، وداكشي اللي كتب الله مرحبا اللي غيوصل راه مكتوب. فين هو الرخيص؟ فين باقي دابا غيبقى فوق 50 60، وبنادم مسكين الله يحسن له، هو منين غيجيب هاد 50؟ هو ما عنده شيء وما عنده لا خدمه لا دير، منين غيجيبها؟ راه الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يدير تاوي الخير وصافي. وما زعما راه ما كرهناش اخويا، حتى حنا نكونوا حتى حنا بحال الناس، حتى حنا فرحانين ونعيدوا بداكشي اللي بغاو، ولكن اخويا قدر الله هو هذاك. ما تيزعما خاي تنسمع تيقولوا كاين الغلا والاثمنه شويه طالعه، وعبد الله مخلوع كل اللي تيقول لك انا هذا العيد هذا كاع ما غنعيد، انا كاع بناقص من هذا الحولي كاع، حيت علاش عبد الله مأزمه؟ هادشي ديال الغلا ديال الخضرات زاد، شحال من حاجه تزادات، وكاين اللي عنده كاري مسكين ما عندوش باش، كاين اللي مثلا سيكيريتي يكون تيري واحد 2000 درهم وتابعين المصاريف، عنده شي جوج ولاد ولا ثلاثه وما عارف شنو يدير كاع، ونفسه حرام يقدرش يرضى يقول لبنادم عطيني ولا هذيك، شنو يدير؟ ولا ولا تيشوفوا عاوتاني في الحكومه الناس عباد الله اللي مسك عليه الله مدخل حوله، هو ما عندوش باش يعيد لهم، تولي ما شنو خصو يدير؟ انا الا ما كان ما لقاش شي حاجه ديال 1500 ولا 2000 درهم كاع، هذا وجه هذا حتى بعني الكره، تبعني شحال من حاجه، القضيه مزيره بزاف اصاحبي، راه مايمكنش عاوتاني تاخذ شي حاجه اكثر من القياس. دابا وليت تشوف حولي ديال شحال جات ب 1500 ولا 2000 درهم، دابا تيقول لك 60 80، وصار دي كاع مقعد اللي تياخذوا دابا عباد الله تسمعوا بمليون. مليون شنو؟ مليون راه بزاف اصاحبي، ما لقاش راه ما غناخذش عاديه، ماشي مشكل، ما عنديش مشكل. انا اصلا باقي عندي وليدات صغار، فهمتي، ما عنديش شي، ماشي مهم ضروري غناخذه، نقدر نصبر وتيفرجها الله ونشوف والد الحل هذا. ضروري عباد الله خص الدوله هذه اللي فين ضروري خص دير معايا عباد الله شي حل. احسن تسمعوا عاوتاني قال لك الحواله جايبينهم ب 500 درهم من برا وتبيعوهم من هنا 3000 درهم، راه بزاف. وا خويا اش غنقول لك، كل شيء غلا، كل شيء زادوا فيه، لا اله الا الله محمد رسول الله. خويا الحولي ولا ب 60000 ريال 70000 ريال، شحال هذه ما كانش هادشي. اخويا اش غنقول لك، انا اللي خطي عليه اللي خطي عليا الوالد ديالي، الوالد مسكين مره تيجيب الله ومره ما تيجيبش الله. وخويا اش غنقول لك، ما بنادم اللي لاباس عليه راه ما غيحرش فيه، وريني بنادم الدرويش اخويا فين غيمشي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. تنطلب الله المواطنين يشوفوهم الحالنا، والغلا راه كل شيء غلا، البوطه ولات ب 50 درهم، كل شيء زادوا فيها اخويا، والله يدير شي تاود الخير وخلاص. الانسان مربي ربي حبيبي، بنادم الدرويش راه كاع ما تيخليه بلاش، ما لاباس عليه راه كاع ما يحس بك، شي اللي لاباس عليه راه شريته بمليون، تاب عام الله بشحال. وبنادم الدرويش مسكين شحال قدو، ما حد ديال الوليدات، ومازال هو كبير وللوليدات كل ساعه بابا بغينا نحاوليه، بابا بغينا هذه، الله يدير شي تاود الخير وخلاص. اخويا انا تنطلب الله اللي دارها الله تكون، عيدنا مرحبا، ما عيدناش الله يدير شي تاود الخير. خليوه للناس اللي عندهم مدخول ياخذوا العيد، اللي مسكين ما عندوش مدخول ما ياخذوش، غالي. حولي صغير 40000 ريال، صغير 40000 غالي. الشعب ديالنا شويه زياده وكذا، وش يزيدوا على نفس بزاف هادشي ديال المواد وكذا، حولي غالي.
وعندي عندي عندي 1000 درهم تاخذ حولي ما خديتوش صغير.